بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرات السابقة تعرفنا على ما أستطيع أن أسميه أدوات الجافة أو أدوات جافة، وهي يعني تعرفنا على بعض الأدوات البرمجية اللي تعطينا إياها جافة حتى نستخدمها لكتابة البرامج أو أثناء استخدام أو تكون حاضرة في أذهاننا أثناء استخدام البرامج. وش مثل الأدوات هذه؟ خلنا أكتب على الأقل حاجتين. أول شيء شفنا data، مضبوط، اللي هي البيانات، قلنا data أو values، قيم، زين. وذكرنا أنه data لها أنواع، مضبوط، الديتا لها أنواع، وطبعا شفنا قبل نوعين لها، وهي int وstring. حتى الآن ما شفنا إلا النوعين هذولي، تمام. فقلنا شفنا نوعين للديتا، وكذلك قلنا أنه الديتا لما نجي نعمل عليها، زين، العمليات هي كالتالي: عندك قراءة وتخزين وطباعة. طبعا قراءة إلى الآن ما شفناها، راح نشوفها إن شاء الله، لكن شفنا على الأقل التخزين والطباعة، التخزين في variable والطباعة. فإذا هذه الأداة الأولى اللي شفناها من أدوات جافا. شفنا برضو الـ variables أو المتغيرات، وذكرنا أن المتغيرات تستخدم لتخزين البيانات عندنا، وقلنا أن كل متغير له نوع، وله اسم وله قيمة. طبعا الاسم والنوع ما تتغير، مجرد أنك تعرفه بالفاريبل تعطيه اسم ونوع ما تتغير، لكن القيمة تتغير، أو الديتا، القيمة أو الديتا أي راح تكون في الفاريبل هذا. أيضا شفنا حاجة يمكن ما يسمى بالأوبيريتورز، أو العوامل، مثل إيش؟ مثل الجمع، وشفنا الجمع حتى الآن، عملية الجمع والضرب، نعم، والضرب. إذا علامة الجمع وعلامة الضرب هذول نسميها operators، خلوا حطينا فاصلة بينها، زين، علامة الجمع وعلامة الضرب. وراح نشوف إن شاء الله في هذا الدرس برنامج، يعني نشوف علامات إضافية، مثل راح نشوف إن شاء الله علامة القسمة وعلامة الطرح. أيضا ذكرنا من الأشياء اللي شفناها في الدروس السابقة هي statements، أو الجمل، زين. وشفنا نوعين من الجمل في الدروس السابقة: جملة طباعة وجملة إسناد أو assignment statement. الإسناد مهم جدا أنك تحفظ اسمها assignment، وهذه طبعا print، سهلة الاسم، زين. هذه هي الجمل اللي أو الأدوات اللي شفناها في الدروس السابقة. طيب في هذا الدرس راح نستخدم الأدوات هذه، نتعرف عليها أكثر في حل برنامج، هو البرنامج التالي. هذا هو البرنامج. البرنامج يقول اكتب، برنامج يقوم بالتالي: يعرف اسم متغير باسم num1 يخزن فيه القيمة 5، يعرف متغير باسم num2 يخزن فيه القيمة 10، إذا عندنا متغيرين num1 و num2، يعرف متغير باسم sum إذا المتغير الثالث يخزن فيه مجموع المتغيرين num1 و num2 ثم يطبع القيمة، قيمة sum، يعرف sub، sum هنا summation المجموع، sub اللي هو subtraction اللي هو الفرق بين المتغيرين num2 ناقص num1 أو num1 ناقص num2. طبعا السؤال يقول لك num2 ناقص num1 هنا، لكن ممكن عادي نجيب الطرح بالطريقة الأخرى يطلع لنا ناتج سالب. برضو متغير مل اللي فيه الضرب، حاصل الضرب، ومتغير ديف اللي فيه حاصل القسمة. طبعا هذا السؤال يعني سهل جدا،
فقط الفكرة منه هنا ما في مشكلة احنا جالسين نحلها هنا، وإنما الفكرة أنه بس حتى نتدرب على استخدام أدوات الجافا. بعدين إذا أتقننا استخدام أدوات الجافا زي ما قلت لك، اللي هي زي عرفنا وش معنى الداتا تايبز، وش معنى الفاريبلز، كيف نستخدم الفاريبلز مع الداتا تايبز، كيف نستخدم الأوبريتورز، إذا عرفنا الأشياء هذه نقدر نكتب برامجنا. طيب خلينا نشوف البرنامج هذا مكتوب. طبعا إذا ودك أنت وقف الفيديو وحاول تكتب البرنامج إذا تبغى، هي تحس إنك فاهم، أو شوف البرنامج المكتوب راح أشرحه أنا إن شاء الله. طيب خلونا نشرح، خلونا نشوف البرنامج ونشرح كيف يعمل البرنامج. هذا طبعا البرنامج سميته، أول شيء سميت البرنامج Simple Program، هو ما قال لي اسم البرنامج، فذلك أنا أستطيع أني أختار أي اسم أريده، فسميت البرنامج زي ما أنت شايف هنا Simple Program، اسم الكلاس أو اسم البرنامج، هو دائم اسم الكلاس هو نفسه اسم البرنامج على الأقل في بداية البرمجة عندنا. خلينا نشوف البرنامج هذا كيف يتنفذ. إذا كنت نسيت السؤال ممكن ترجع تذكر السؤال. السؤال كان طالب تعريف متغيرين num1 و num2، مضبوط، هذا num1 وهذا num2، وثمت sum و sub و mul و div، هذول كل واحد منهم هذا المجموع، هذا الطرح، هذا الضرب، هذا القسمة. طيب خلينا نشوف كيف البرنامج هذا يتنفذ. طبعا أول شيء الكمبيوتر راح يبدأ التنفيذ دائما من السطر الأول، أو بالأحرى بشكل أدق من الجملة الأولى. هذه عندنا الآن statement أو جملة، هذه جملة إسناد، لكنها في نفس الوقت جملة تعريف، يعني هي جملة إسناد assignment، وبنفس الوقت declaration statement، ما ذكرت الكلمة هذه قبل، declaration statement يعني جملة تعريف، لأنها تعرف متغير اسمه num1 وتعطيه نوع، وهو نوع int أو عدد صحيح، وفي نفس الوقت تسند له قيمة، تسوي ثلاث أشياء، تعرف متغير، تعطيه نوع، وتسند له قيمة. عند تنفيذ الجملة هذه خلونا نحط هنا عندنا الميموري زي ما تعودنا قبل، نحط الميموري بالشكل هذا، زين هذه الميموري حقت الكمبيوتر أو الرام، مضبوط، فهذه هي الميموري، وهنا يكون الأوتبوت، هذا مكان الأوتبوت. أول شيء راح يتم عمله لما الكمبيوتر نفذ هذه، يروح يحطنا هنا مكان في الذاكرة، ويعطي المكان هذا الاسم num1. ثم بعد ذلك يضع فيه القيمة 5. نفذنا هذا. إذا كنت تتساءل الجزء هذا حجز لنا مكان في الذاكرة اسمه num1 نوع int، والجزء هذا أسند لنا الخمسة إلى num1، يعني وضع الخمسة في num1. لاحظ هنا أنه عندنا operator نسيت أذكره هنا، وهو operator الإسناد، هذا يعتبر operator، هذا assignment operator، في assignment statement اللي هي الجملة هذه كلها، وفي assignment operator أو عامل الإسناد أو علامة الإسناد. طيب الكمبيوتر نفذ السطر الأول أو الجملة الأولى، ينتقل للجملة الثانية. الجملة الثانية هنا شو تقول لك؟ تقول لك احجز لي متغير اسمه num2، زين بسم الله روح هنا، يجي الكمبيوتر أو الكمبيوتر لما يجي ينفذ يقول بسم الله هذا num2، هذا مكان في الذاكرة. لاحظ أنه غالبا يكون نفس الحجم لأنه كلهم int، اسمه num2 مضبوط، طبعا نوعه int، ويخزن فيه رقم 10. انتهينا من تنفيذ السطر هذا، ننتقل الآن للسطر اللي بعده. السطر هذا الآن فيه يعني شوي عملية أعقد من اللي شفناها قبل. ايش راح يسوي السطر هذا؟ أول شيء راح يعرفنا الفاريبل int sum، هذه الخطوة الأولى، أو هذا الشيء الأول اللي راح ينفذه. فإذا راح يكون عندنا هنا فاريبل اسمه sum، خلي أحطها هنا عشان الفاريبلز الأربعة هذه، مضبوط، هذا sum، تمام. فإذا عرفنا الصم من نوع int، حلو، هذه الخطوة الأولى، هذا الجزء اللي يسار الassignment، زين حجزنا مكان في الذاكرة اسمه صم. الآن اليمين الassignment الجزء هذا، زين هذا نسميه expression، أو تعبير، زين بالعربي تعبير، هنا جملة وهنا عامل والمجموع عوامل، زين وهنا متغير
وهنا بيانات، وهنا expression أو تعبير. راح يكون إن شاء الله في درس خاص بالexpressions، لكن بشكل عام الexpression هو عبارة عن حاجة تعطينا قيمة، حاجة في النهاية آخر شيء تعطينا قيمة، في عمليات، مجموعة عمليات تنفذ تعطينا قيمة. الكمبيوتر شو راح يسوي هنا لما يجي ينفذ الexpression هذا اللي عندنا، الexpression هذا شو راح يسوي الكمبيوتر؟ راح يجي يقول أوكي أنا عندي num1 زائدا num2، راح أجمع قيمة num1 وnum2. وش num1 وnum2؟ يجي الكمبيوتر يقول لك أوكي خلنا نأخذ num1، هذا num1 وشو؟ هذا num1 خمسة، زي ما قلنا في مكان كذا صغير في الكمبيوتر المعالج، زين هذا المكان اللي ينفذ فيه الاكسبريشنز. اذا الاكسبريشنز دائما تتنفذ في المعالج، مضبوط، مكان صغير في كل عمليه، في كل تعليمه او جمله او انستراكشن تنفذ بالمكان الصغير هذا في المعالج. هنا نقول الرام الذاكره، وهنا نقول البروسيسور او المعالج. هنا السبيد، تعرف هنا انت بديت تعرف الان وش قصه المعالج هذا. فاذا راح يجي يقول عطنا قيمه نم 1، الكمبيوتر يقول لك اول شيء عطني قيمه نم 1، عمليه ريد زي ما قلنا قبل، راح يقرا قيمه نم 1 فيجي ياخذ نم 1 من هنا، زين اللي هي قيمه 5، ثم يقرا قيمه نم 2 اللي هي 10، فيجي يقرا لنا هنا 10، زين هنا 5، ثم بعد ذلك يعطينا المجموع 5 زائد 10 يعطينا 15، بالتالي جمعنا الاثنين وصار المجموع 15، وتمت عملية evaluation للإكسبريشن هذا، مضبوط، أو معرفة قيمة الإكسبريشن. طيب طبعا أنا أعطيك مفاهيم هذه مهم إنك تعرف الأسماء هذه، لكن في النهاية هي العملية جدا سهلة، أخذ قيمة num1 أخذ قيمة num2 الفاريبلز هذول الاثنين، مضبوط، جمع القيمتين هذولي طلع الناتج 15، بعد كذا يخزن القيمة في الفاريبل sum، فيجي هنا في sum يحطنا القيمة 15. خلص الآن من تنفيذ السطر هذا، يجي يروح المعالج يمسح كل شيء كان موجود قبل، تمام. هذا بكل بساطة هو ما يحدث أثناء تنفيذ السطر هذا. راح أوقف الفيديو هنا ونكمل إن شاء الله في الفيديو القادم بقية البرنامج. حاول أن تكمل بيدك البرنامج حتى تتعود يعني على تريسنج البرنامج، ثم بعد كده شوف الفيديو القادم.